الأستاذ حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. باشمهندس مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. ازيك يا فندم وألف ألف مبروك. الله يبارك فيك والله يبارك فيك ويبارك للشعب المصري، بنبارك له على إن احنا كلنا هنقدر نتفرج على ماتشات مصر المؤهله لكاس العالم. واضح يا فندم دايما سياسه حضراتكم ان مفيش سقف للاحلام، مفيش سقف للطموح، نافسنا في كاس الامم ولكن بالقناه الارضيه وكنا منافسين بقوه، النهارده على القنوات المفتوحه اعتقد ان هي خبطه كبيره وبدايه قويه. بص الحمد لله ان احنا وصلنا للمنطقه ديت، انت عارف ان احنا اول ماتش بعد بكره واحنا فضلنا نتفاوض لحد اخر دقيقه، يعني احنا حصلنا على الحقوق دي النهارده عصرا يعني. فاحنا بنتكلم على ان لحد اخر دقيقه احنا بنتفاوض عليه، احنا بنتفاوض بقالنا شهور على الحقوق ديت، والحقيقه ان الفيفا كانت ادت الفرصه، وان كانت الشروط بتاعت الفيفا دائما ابدا بتبقى صعب انك انت تبقى دايما مواكب ليها، فدايما بتشتغل عليها كتير قوي، وكل مؤسسة الدولة كانت بتدعم ان احنا نحصل على الحقوق ديت، اضافة الى ان احنا شخصيا في المتحدة من اول رئيس مجلس ادارة الاستاذ حسن عبد الله لحد كل زملائك في اون تايم سبورت، كل الناس كانت حريصة على ان احنا نقدر ناخد الحقوق دي. انا قدامي دلوقتي تويتة حضرتك كاتبها بتقول الحمد لله اون تايم سبورتس هتذيع كل الماتشات بره وجوه، مفيش احتكار خلاص في مصر وقنواتنا المصريه، ان شاء الله هنوصل كاس العالم. يعني معنى كده ان مبارياتنا بره وجوه معانا، ومعنى كده ان في لسه جاي. ان شاء الله طبعا، واللي اقدر اقوله لك ان برضو عشان خاطر ناكد للناس كلها ان مفيش ماتشات لمصر من هنا لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل لكاس العالم مش متذاعه على اون تايم سبورت ارضي وفضائي. عشان بعض الناس قالت ان في ست ماتشات في الاول اللي هم مع الجابون وانجولا وليبيا دول هيتذاعوا، وان في ماتشين بعد كده الماتشين الحاسمين دول مش هيتذاعوا، فانا احب اصحح المعلومه لبعض الناس اللي قالت كده ان الماتشين الحاسمين كمان معانا، فاحنا معانا كل الماتشات ان شاء الله المشاهد المصري يستمتع ويقدر يتفرج على الماتشات كلها، والماتشات زي ما انت عارف اللي بتتلعب في ارضنا كنا احنا بنمنح الحق الارضي ليها زي ما كان معانا في البطوله الافريقيه زي ما حضرتك ذكرت، انما احنا المره دي معانا الارضي والفضائي ومعانا على الانترنت كمان. الناس يا فندم بتاخد اللقطه وبتاخد المشهد ان دي تصريح، مجرد تصريح، مش عارفة المشوار الكبير، مش عارفة قد ايه حضراتكم والشركة ومؤسسات الدولة المصرية بالكامل ازاي بيبقى فيه منافسة شرسة جدا عشان الخدمة دي تبقى موجودة على القنوات المصرية. هو طبعا انك تحصل على الحقوق لإيفنت كبير قوي التصفيات بتاعته زي كاس العالم ده بيحتاج منك اعداد اولا، وانك انت تكون في كل تحركاتك حريص جدا لان ليك منافسين وليك ناس عايزه تحصل على الحقوق دي، وليه في ناس ممكن تكون مصلحتها انك ما تاخدش الحقوق ديت، فانت طوال الوقت بتلعب كل الناس صح، وفي نفس الوقت لازم تلعب بالاصول وبالامانه وبالنزاهه عشان خاطر تقدر انك انت توصل للحقوق ديت ب افضل طريقه ويكون ليها بعض الجدوى الاقتصاديه ليك كقناه. اكيد يا فندم بشكر حضرتك باسم كل الشعب المصري وجمهور الكره المصريه، خبطه كبيره جدا، خطوه رائعه جدا جدا، حلمنا بيها كتير، استنيناها كتير، واعتقد ان احنا اللي جاي كمان هيكون مختلف. لا احنا مستنيين منكم بقى في اون تايم سبورت، خليني بقى بما اني على اون تايم سبورت مستنيين منكم انتوا شغل كتير، مستنيين منكم انكم تسعدوا الجماهير بالمعلومات الكتير اللي انا عارف ان انتم بتحضروا فيها بقالكم شويه، الملفات بتاعه كل افريقيا وكل التصفيات، انا اعتقد ان اون تايم سبورت ستكون القناه الافضل في المنطقه اللي بتغطي تصفيات السنغال كثيرا.
عمرنا الحقيقه مرهنا على حضراتكم وعلى مؤسسات الدوله وخسرنا فندم، وان شاء الله باذن الله رهانكم علينا هيكون كسبان، لان اون تايم سبورتس قدرت ان هي تربي كوادر كتير جدا، وقدرت ان هي تعمل الحقيقه نجوم كتير جدا. ان شاء الله نشرفكم ونكون عند حسن الظن باذن الله كابتن سيف. وبشكرك وبشكر كل الزملاء اللي موجودين في اون تايم سبورت. بشكرك يا فندم، بتشرف بوجودك دايما، بشكرك شكرا جزيلا. المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بشركه المتحده للخدمات الاعلاميه.